إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوتي الكرام، عنوانك درسين وحوية: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القبائل؟ سيديب النبيين عليه الصلاة والسلام ولا نقم تشري قبيلوينك. أنت كسو أرورتي موضوع عاس أما إيقا أرورتي وحي أنك قارنا أيان حسدونا إن شاء الله هبين كدنباء إن شاء الله وحنسكو دينا فإيدوينك إنه صومالي أهان أن أقل كنبيك كفائدي سنين عليه الصلاة والسلام إنه نكور النوء لدونيه إنه نكبدا ينو وقهرين وشيدوينك موضوع على غهد ليه كوحا كأه إنه نموتشين نحك مد إلهي كليه سبحانه وتعالى ذاتك إنه شعبيال إيا قبيلوين كرغي إنه نموتشينه وحيابها قبيل كوان أكسن يهي إيا فائدوين كبلشد أولي يهي إيا إنه نكسوقنا قبيالة في العلادة قبيالة اللي يراهد إحن إنه نكسوقنا وكالدونه تسدحادنا وحويه إنه نبابي إنه حرجك يا إبسيك أيدتك قاركود كدريم يان إن قبيلوين كلاجو أكتر صدو أما حتى ما جاء هذا إن لشيوه إن عرفت نقل كيدوح أها قفك وحالجو أقون سنجري قبيل كيسة لكن عجمت أيا وحي لهي نقل كأه إن ديجان كلاجو أقون صدو قفك أو لجو تعريفيه يعني أصحاب النبي مركز أركتان عليه الصلاة والسلام نمك استوى هبل كثير هبل بلدايا هبل كثير هبل هبل كثير هبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مركز عربت نقن كيادو ساس سؤها نبي قلنا كما بدلين عليه الصلاة والسلام سيدي بكوة دي وحا كلا يدنا وشيدوين ككم ده إنا ينصحنو ضد بدنو حتى أركان قف قبيل كي لما عامل إياه خير درك آمنية حاربنا إنا لهنا قبيل كلام عامل كيسة يلا شقين تيسة يكمل من نقش ليس من نقرب معها لكن وحات كلام عامل يسد يهدي دم بي حمان يخلد يه ومسألة جارة لكن قبيل كقف وكم من نقض أنا لا شقيه طيب إسكت وما عدد كمرك سد عدد ككدرة أما وحكجش يا جنا إنا كسحنا أرنتها وندونينا أرنتها شن أدنى وحويين dadka kana waxa ku badan in wax laga sheego qabiilka oo la inaynu qabiilooyin nahay eeda iyo dhibaatada dadkeena ku dhacday la saaro oo la yiraahdo qabiilka inuu ku wacan in farq baan ku jira san sheegney qabiilka iyo qabyaalada marka qabiilku waa wax fiican oo bulshada wax u taraya هذه سيد الشرق وقلت لك لا لا استعماله مركا وحكا شاقا إيا إيضا انتاس آن قرطا آهينا إنا ينوتوشنا وأولاقستينا أرنت اللي حاد وحوي علي ماذا إيا الدعاد إيا دادك سمكة تلس كأه إيا دادك ملاحظة ما مولادة كأه إنا ينوقد بنا سياسة ديه النبي كل ما عامل تشري قبيلو إنك عليه الصلاة والسلام سياء أغاقا دايدان
أرنت تدبادنا وحويه إن ينكهر تجنه إسكودي جا عدو جا إسلام كمره رأي مردم بب أو إسكودي يي إنه قبيلة دا هي قبيل كي أو سحنه استعماله وأديك سده ولا دجالن ك حق يا خير ك يدينته مركي نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا صلى الله رقمي إن قبيلوين كلاجو كطيه وعصبيات هي أنا فقية في ظل لجو كعشه سيد النبي جاء يدين تو كباقي اللوجو هرجي مركي للدنيا إن للدلو حلجو تليه إن طبعا ويل حق لا سيف أف بدنها است طبعا قبيل لجا كانوا وعيسكو مر النبي جا كل فتان عليه السلام سيبن وهاشم قد أي ولد دريران وجران كريوا لا طبعا قبيل إسكو مر لما دري ركرو وديت أي مجلس كقاتان قبيل كيف وحلا استعمال ليس حقا لجود ليه لجوبا بينه حكرنا عسى هيد إن دت كلا جوك ليه دينتي أبيالي ويال بال خلافة ككع طلب علي إن مركي نبي يلا جودو من يي خير كيسي أرنت سال استعمال أبو طالب مركو جريون يي نبي جو أبن لجاي الشهادة هذا الكاس الشهادة الجوس يشي وحلا يي مدينتي عبد المطلب بقى سجدت كيسا مرك حقي وحال جودة في قبيلة داس حكروا كم ذاهد قبيلوين كا غير مكة إدت كا إسلامي بقى وحال جو كنا يقرأوا الباء إني دت كا إسلامي لا دجال ما قبيلوين عربيد يكو يهودا يا دت كا كوك كنا يي إني نبي جا يا مسلمين تلا دجال ما المدينة حنوع سكلا هنك ولا أورنجلي يا أبو عامر الفاسق الراهب أول لو يقاني تقال كي أحد مركول عيا وح إسكودي إن وأصحاب تكلا تشبيه وإلى هذا أنا أضيقني هي قصة كبيرة لكن إلهي يحاس وحكم الرفسين عبد الله بن أبي بن سلول ومنافق أها يا كم إذا مركل الدوان سوريا لي أنت سديادات وحوية dad ki gumaystayaasha aha laftoodi oo qabiilooyinka gaar ahaan dadka madaxda waa u adeegsan jiray tu heshiis yala galo oo lacag u qoro inuu kula diriro diinta ama dadkaas dantooda uu ka horgeeyo oo iyagu ay u daneeyaan waxaasna in aan ka hortagno waa u qasteyna sagaalad inaynu dadkeena ku baraarujina ama ugu yeerno قبيلك إن لوجا فائدة استه وح خير يا وناج أما هالنقطة ميت جارة وقف قف لولي هي أما هالنقطة ميت جود ودن أمديت إن قبيلك لوجا فائدة استه أو أن لجا سارين حدود كي شرق وقول لجاي سفائدة دي إلهي أسمي يي لوجها أن أنت كذب وحين إن يركح حسدونا وتشدد إلهي سبحانه وتعالى دتك والشعوب يا قبيلوين أقرنجي شريعة الإسلام كوحي وسعتا ودوني سائنا يحوشيسو حرير كدتك كرحية ووليب أوصلك ويهي إيمانك وإسلام المديئة يا الله كبق حريره أوصلك ويهي إسلام المديئة يا الله كبقى إن أمد كرحية بشريعة دونيسا وحاك ارتقى إن حرير كنسبك وحق آبك يمادة قرابة حق هو يدنا كتمادة ورأبتك حديد نمادة وكلا قرسك كتمادة دارس نمادة يا صاحب نمادة يا وحي اللمدة وحاس أعلم وحريره هدي إيمان أي كفر ليان وحوين بيتريان أو حريرك إسلام لماذا حريرك الله لحديث وحكتر يوي أن ربنا سبحانه وتعالى وحجر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا إلهي سبحانه وتعالى ومتك كأبوري آدنها بيه وكان لغي مدل نسب يحدد مركع أن علماء وحي لهذين ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وحيره إلهي سبحانه وتعالى وحكوك الله استيقظ ومديسة نسبك
iyo sihriga ayuu adoomadiisa ku galadaystay nasabku waa xiriirka xagga aabe iyo xagga hooyo ka yimaada baa nasab la dhahaa labadaba waa nasab sihriguna waa midka guurka ku yimaada oo xididka inagu aynu u naqaan labadaas baa ilaahay adoomadiisa ku galladaystay buu yidhi warafaca qadarahumaa darajadoodana kor buu u qaaday nasabka iyo xididka labadaba kor baa ilaahay darajadooda u qaaday ujeeddada sidaa loo yeelayana waxa weeye waa in la ysku kaashado oo la isdhammaystiro oo ay dadku ku xaqiijiyaan danahooda gaarka iyo danahooda guud xiriirka qabiiladu wuxuu ka mid yahay xiriiradaas ummadda u faa'iidaynaya markii loo isticmaalo sidii sharcigu ugu talagalay ee aan laga bayrin halkaa waxaan ka ogaanay xiriirkan qabiilku qiimaha uu leeyahay in loo qaybiyo dadka shacbiyaal iyo qabiilooyin waa nicmo ilaahay uu ku galladaystay addoommadiisa ujeeddada uu ka leeyahana wuu sheegay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu dadow waxaanu idinka abuurnay lab iyo dhadig waxaana idanka dhignay shacbiyaal iyo qabiilooyin si aad isugu aqootaan si aad isugu aqootaan aqoontaani waxa weeye bani aadamka intaa fara la eg oo mid walba hebel la dhaho haddii ooda la isaga qaado cid caawa alla kala garanaysa ma leh laakiin markii la yidhaahdo shacabkani waa kenyan kanna waa soomaali kanna waa masaari kanna waa maraykan dadkii waa la qayb qaybiyey waa la kala jabiyey shacabyaal baa laga dhigay shacuub shacbigaasina qabiilooyin baa loo kala jabiyey reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baa lasii oran haddana daa'iradii ama goobaabintii waa sii yaraatay magaca muxamedah ama cabdullaahi oo adduunkaoo dhan joogay si loo raadiyo ma lahayn laakiin markii soomaali laga doonayo xoogaa buu soo dhowaaday markii qabiil weyn oo ballaaran lagu sheegana hoos buu u degay qabiil ka hooseeya marka lagu sheegana hoos buu u degay meel dhexa marka la geeyo jifo hoose marka la geeyo waaba la garanayaa muxamedyada reer jifo heblaayo ku jira ninin baa loo garanayaa si dhib yar oo saa loo soo qaban kara bay noqonaysaa waxaa dhacday nebi ayaa duulaan qaaday sida rasuulkeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa qaniimadii lasoo ururiyey ummadihii hore qaniimada inay cunaan looma ogolayn waa dab baa u imaan jiray oo cuni jiray haddii dabku cuni waayo waa inaan la aqbalin qaniimadii markii lasoo uruushay mise dabkii cuni lahaa lama hayo nebigii wuxuu yidhi khiyaanaa la sameeyey qaniimada waa la khiyaama ee qabiilo walba nin ka mid ah ha i gacan qaado qabiil reer walba nin baa ka yimid oo nebigii baa nin loo gacan qaado nin baa gacantiisii nebiga ku dhegtay marka dhakab suu yidhi reerkiina khiyaaneeyey qaniimada ee nin kasta oo reerka ka mid ah hay gacan qaado laba mise saddex nin gacantoodiibaa waxay ku dhegtay gacantii nebiga suu saddexdiina qad keena markaasay keeneen sac madaxiis wax la egoo dahaba oo ay meel ku qarsadeen waa lagu soo daray xoolihii dabkii baa u yimid oo cunay waxaan uga socday nebigaas calayhi salaam wuxuu ku soo helay xoolihii la qaatay dariiqa qabiilooyinku u maray marka dembiga la baaraya saasaa la yeelaa markii la rabo in wax la qabto saasaa la yeelaa marka garashadu soomaalidu berigii ay qaxday baa aada loo xusuusanayaa lacagaa dibadda la ysaga soo diraya qofkii meel loo raaco waa reer hebel oo reer hebelka oo magacu afran yahay markaa kadib baa la raadinaya yaa ku yaqaan yaa kaa damiina aakhirka lacagtaas ku qaadan marka haddii la odhan lahaa soomaali soomaali maxamedkii soomaaliyeed baa lacagta maraykanka uga soo diray biobox ma leh maxaa ku yihahdaa telefoon ma leh guri uu degan yahay oo la odhanayo calaamadaas iyo gurigaas weeye ma leh waa la bakhtiilaa soo maaha marka aqoontaasi qiimahaasi ku fadhida dadkan hadda waddamadaa ka yimaadoo yidhaahdaa qofkan nambaruu leeyahay oo wax kastoo khuseeya nambarkaasaa loo gelinayaa kombyuutarka kan marka innaga qabiilka iyo lambarkaasu inoo yahay looma baahna lambarkaas marka waa la isku aqoonaya
وشي دكر معها لتعارف وإن اسكو قرتان وي وشي دكر لقمله إن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كإمام الترمذي وأبو هريرة كوري يقول لي تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم نسب كينا واحد كبرتان واحد رقم كينا كوحري لسان يعني دات كبرتا إلى أنت حقا إذا كل جارك أتكبر نيسان وحديث صحيحة مرك حرير كم وحا كان شيء لا إسكو أقوده إلا إسكو حريريه إن وحلا إسكو تاره إن خير كلا إسكو كاشل سال يال بدن مرار كدونا هرتا مركا وجدد إلى هاي كلها يحكم الدواء أجاني وحترك لي سي فائدة دي سنة وحبانك أجاني نعمل إن وقال هذا يستين وقبيل كي هاي بين أجاني هذا بقى يدا أو أرنت أسي أي جرتو قبيل كو واحد سيدا أو أنا أكسن أو أها أو نفط قاله دد بقى واحد كركتين واحد كود دميان أما كو كان جيان أمد مسلمين تاع إن دين الإسلام كنا ولا درجتي عددا جاهل جاء قبيال الدليل هذا سحوق لي ولا درجتي بدل كدين بوس كي قبيال الدليل سحريرين يي وحال الجليي ولا النمادي إيمانك إلى هنا وح كل جي حرير ككلية أو حرير هذا كرئيس وحترين هدي سجل وعي طال النمادا يا أبتي النمادا يا حجد النمادا يا صاحب النمادا يدرس من نوح كتار مايو هدي لوايو إسلام النمادا سيدا عودين نبي نوح يويل كيسي حلقوير إنه ليس من أهلك نبي نوحو إنن كان أطلع شيء أهل كاغا كمد معها ساسا لقوير نبي الله إبراهيم عليه السلام أبي سو قالوا بي مرك إلهي وكورنا يا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه مرك نبي إبراهيم أيو عداتي وضيقني إنه عدو إلهي هاي وسندين ترى أسوى الصعون أيو بركة النقضي وأويلي يا أبي كي هرنا وضي إينا كي سيئها هاي وحكى القرآن كوكور رمي لبن نبي وحاسس كوذي قال هاي نبي نوح يا نبي لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وألب النبي ناقهودي قالوا بين مركا ناقها سنبي ياشي واكرا قوين وح أي آخر أقبنا يان مجرت النار تالقلين يان ناقها وحكرا القرآن كوكور ما يسل سورة داس نكي لأورنجي فرعون وقال كأها يا حاس كيسي يا سيدة أكرا قوين إلهي بي باريدي يدو العقابة يؤول الدل يقبني مؤمنات بين نقطي سيقول قال كاوين بؤها مركاسي وحالة هاي نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين حتى إله رب ابني لعندك بيتا في الجنة إله قولي أكت هذا كان هذا إيقانس فرعون يعمل كيسة ظالمين تيسان إله إيقبت بادي وعلى كالقعي قعي حال إله هذا حريش هذا دتك أقول له أي شان وعشان والدني ماذا وهو يا أبا والدك وعدتك كوغو دو المن ماذا وويلك يا قبر هذا يا زوجني ماذا وقف كمركي لا إصلاح لا يهدون نكون انت نحاس كيسا أيا نحاشا هدي يدون إما ترى ننك يدع نحالا شان تاقف نحال كمرة كما قادان قف كيجا أقول له هذا ما شو حن كو أرقني كوي لا دلي يا كوي دلي يا كوي إسود حي وشان تبا إسوه سكاليين وأن وحبال إسو نقولين هدي إيمان كيلا واي إلهي وحن كبرينا إنو إسلام لماذا إنو كنو لي إنو كدلو النبي نوح عليه الصلاة والسلام لبدت ولبد دينوت كلها اسمع الحليان لا يتوارث أهل ملتين شتى دد لبد دينوت كلا دوان هاي استمع اسمع الحليان وعلى كلا قعي دين تر الإسلام كمر كواحد كوجو ليستي إن لقى تخلصه الحنون كاس قبيال الدعاء لكن مركز تؤد دين تهاي سشديدو أي صوضع يفتو ويسوع حوجي ستة أو يسوع إفبحدا دتك كوب باقي أنا أود ببلش هذا كل حياشان دت بدنه وأنا أحسن خيار أنا ويدو في صدانه مال درم بكتورا مركا مصيبة داسي أي لعذو وحاجة الحرير ركلة
oo dadka een aan lagu kala soocin ama lagu culaadin laakiin bulshadu ama bani aadamku ay isticmaalaan waxa kamida afka oo waxa kamida midabka oo inaga waxa kamida shakliga iyo muqaalka qofka oo waxa kamida een deegaanada waxyaabo badan iyo kooxaha waxyaabo badan ba Soomaalidu isku kala soocda mar waxa la noqonayaa reer hebel iyo reer hebel waa qabiilooyin mar reer meel heblo iyo reer meel heblo oo deegaan ah mar waxa la noqonayaa lahjado oo ma iyo maxaa tiri oo idinka maqlay markii dambe la keenay mar midabkay noqon oo gibil cad iyo gibil madow bay noqon mar shakliga muuqaalka oo jalaar iyo jilaac baa laga dhigay maalinba siba dadkii loo kala saaray weliga mar waxa la dhihi waasab iyo soomaali weligaaba iska wad marka dambe kooxaa laga dhigin marka dambe waayahan dambe rag iyo dumar baaba dadka loo kala soocay marka yaa soo haraya dee meesha qof qof baa la noqon haddii maalinba si la inoo kala sooco waxba inoo soo hari mayaan marka waxaasoo dhan waxba macno ama leh dadku huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min ilaahay waa kan idin abuuray waxaa idin ka mid ah mid mu'mina iyo mid gaala saasaa dadka ilaahay u qaybiya awliyaa ullah iyo awliyaa ushaydaan xisbu ullah iyo xisbu shaydaan dadka saasaa loo qaybiya qayba qaybahan kara macno ma leh dadku isku mid bay ka yihiin ilaahay agtiisa waxaanoo dhan qiimo kama sameeyaan waxay ila tahay marar badanna in aada loo dhegaystay inta haddaan hordhaca uga baxnay waxaynu eegi doonaa marka nebigu qabiilooyinka sidii ula dhaqmi jiray calayhi salaatu wasalaam maadaama aynu meelaha aan rabno inaan inagu kaga dayayna aan darsiga dambe ku soo koobi doono waan kor marayaa si maadaama casharku fara badan yahay waan ku dhaqsanayaa midda koowaad waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam qabiilooyinka aqoon buu u lahaa iyo dhaqamadooda iyo waxyaabaha ay ku fiican yihiin tusaalayaasha waxaa ka mid ah wadahadalladii sulxu lxudaybiya markii la gelayey qolo walba dhaqanka ay leeyihiin ragga u imanaya buu nebigu garanayay marka saas ula macaamilaya waxaa ka mid ahaa ninkii nimanka ahaa biishta la yidhaahda madaxda u ahaa ayay qureyshi soo dirtay oo ay ku tiri orod muxamed la soo xaajayso markaa nebigu waxaa la yidhi ninkaasaa soo socda wuxuu yidhi waxaad samaysaan xoolahan hadyiga ah oo kacbada loo wado ka horgeeya oo calaamaddii hadyigu ku taalla inay kacbada loo wado markaasaa waxaa laga horgeeyay isagoo calaamaddii ku taal oo meesha ku gaajooday oo dhogortiisa cunay baa laga horgeeyey odagii wuuba caroodayba intuu laabtay oo nimankii qureyshan u tegay buu yidhi nebigu wuxuu yidhi innahum qowmun yata'allahuun waa qolo cibaadaysiga iyo dhankaa ku fiican iyo qadarinta mashaacirta iyo ku kacsha markii lagu kiciyo odagii maba u imaanba nebiga jidkuu ka noqda quraysh buu tagay wuxuu yidhi wallaahi haddaan loo sii dayn kacbada inaan aniga iyo ciidankaygu aan seef dhinacdan kala marayna markaasay odagii dejiyeen oo maslaxoon waxay dhaheen maya waa u fasaxaynaaye shuruud keliyan ka qaadanaynaaye noo yara sabir saasay ku maslaxeen nebigu muxuu ka faa'iidaystay aqoontu u lahaa qabiilkan axaadiish iyo dhaqankooda ayuu ka faa'iidaystay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa aan ka gudba saan waqtigu iigu dheeraan waxaa ka mid ah qabiilooyinka in lagu abtirsado iyadoon wax dhiba laga dareemayn hebelkii reer hebel iyo maxaan ku idhaahdaa heblaayadii reer hebel iyo innagoo reer hebela wax caadiya bay ahayd inaan hebel ku dhaho iyo waryaa ninka reer hebelow isku mid bay ahayd nebiga iyo asxaabta xilligoodii in lagu abtirsado wax dhibihina kuma jirin dadkana saasaa lagu aqoonsan jiray ninkii issheegayaana hebelkii reer hebel baana ninkii kale oo la tilmaamayana waa hebelkii reer hebel baa la oran jiray innaga laakiin haddaan haddan idhaahna reer hebel iyo reer hebel masaajidkii qabyaalad baa looga sheekeriyo balaa ku dhacday booba kabihinaa ka dhacaysa waxaa moodaa inaan bakhti meesha ku qalannay sababtuna waxa weeye qabyaaladii xumayd iyo qabiilkiibaa dadkii iskaga darmaday waxaa kale oo ka mid ah dadka iyaga oo asxaabtii nebiga oo muslimiina ayay magaca qabiilka ku hadli jireen oo ay wixii dana oo reerku leeyahay ka hadli jireen waxyaaba dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalkii bader markii loo baxay oo hore dagaal looma soconay waxaa la rabay awr safar oo meesha maraysa in quraysh laga soo dhaco marka awrtii way fakatay ciidankii maka ka yimid baa booskii soo galay nebiga waa loo waxyooday gaalada in laysheli doono
إن أورتينا وافقتينا بقدرت كلها الله دت كنا دجال كم سوى تلاجين ركسي فضد سك سو أرضيا قرمت هراء بي أهاين لبسوا ديار جلوبين ماشان عيدا سد حلاب كوت أو هو بيسن وقرب بوحوة تبع مريا رجعنا ورك سد حبقول ميلها سا رجعنا ورك كون ميلها سا رجعنا هبقو من موته جديد موته وح السوق من معها وح على فيلم بين قطه مرك النبي عليه الصلاة والسلام دت كيبو مرك الله هذا حقيقتي أيو كور رمي دادو إلى التلية بوير مرك حالك هل كاسو مريا أورتي فكتي قريش أصاب حذي وأودي ذي أن وضته وهيس إيسا أو فان إيسا أيا ماشا مريسا إلى التلية أبو بكر باهد لي هذا الفي عم بويري مقداد بن الأسود باهد لي واسمه المهاجرين تكمدا هذا الفي عم بويري نبي قمر والبوح وكعين لي أشيروا علي أيها الناس وأرددوا إلى التلية سعد بن معاذ بامركا استاغي رضي الله عنه وحير يا رسول الله وحاكا موقتا ان انغا نو جيدد يعني انصار اه وايا لبدن انو حد ليبا هذا لاغا دبا دفت ما دين هذا الكو قيمه بدنا بي دهن ولي النبي و هو كلينيا الى تاليا مركا سعد و هو فهمي ان انصار هذا الكو كسوده وايا عيدن كان ايغا او بدن نبي هشيسكي اي لا سو غلين مركي مدينه و سو اادينا و هو اها إنه النبي جوارديان أو دفاعان دولان الدبدة هي كمجرين مركا إنه أنت أسكه بيا رجي يجو قنع سن أي جلان بدوني مركا سو النبي جيلها مركا سو هذا لي أو تشيدي هذا الكلام مقشن وآت كأو قيمة بدن أو يري رسول الله وإن سعد سي أنا حدا عضي مركا ننو يمد وحارث البكري الأورنجلي أو قرادة ربيع على ده هؤلاء شيء marka wuxuu nabiga u soo bandhigay wuxuu yiri anaga iyo nimanka banu tamim la yiraahdo deegaanada waa la isku qabtaa waxa ila fiican inaad soo hodin noo sameysid oo saxaaraha dahana la yiraahdo aad soo hodinta nooga dhigtid marka qabiil bu oday u yahay ninkani in reerkii iyo dantiisii uu ka hadlaya sidii iyaga iyo nimanka kale u kala badbaadi lahayd in xal la keeno raba marka anaga reer hebel iyo reer hebelna kala xalli wax mushkilad ma ahayn حكم إذا هادتك إن يسكو حرين ولا يسكو حرين يدى الشدا يا قبائل كان حتى يقو ذاتك قال أو حدوكتي النبي عليه الصلاة والسلام مركو دين تلجهري وأي نقطتين لقو حد كدبا وحد دفاع ونقضي غيره وكان شيء وقال أداد يرنو يعني بنو هاشم يا بنو المطلب وكم إذا أفر تجلب بنو عبد مناف لما كم إذا مركو دين تي نبي قو حبك كما بدلين وحيري والله أدير هذا مدك تقر حدا إيساران بذل حدنا أي ضيح إيساران إن وح كم إذا دين تأك تنازله ولا نؤيرين إلى لقنت الله إكتر يعني حرف كتنازل ماي مرك الدين تأنا لقى تنازل أما لقى لي حنو بلدون يمو يعني خيرك وح خير هدو كوجه لنا يو أما صح أما حق أما جرة عيب يأد ما هي وناقوي يجو قال أحتا سيدا هذا بقى نكشكين نبي عليه الصلاة والسلام قبيلوين كوحو كحري شري إله وين سبحانه وتعالى يعني حرق سقب صدا وولا لين شري ومدين شري وحو بري شري ألا درتي سؤال سوچ على هذا ما شاء أي كجرت دين تا إسلام كا نبي قو أصحاب تيسا يا مسلمين تا يا قبيلوين كوحو بري شري هل باقة داتكو أي كو كرا سهريان ميزان كالو كرا سهريو خير هبل يرير هبل محاي كو كرا سهريان بني آدم كم حيكو كلا وناك سينهين محا هالبيقو أو وناك قوله هبلان نقفي عني قوله هبلان كفي عني محا هالبيقو أو لقو قرني وعلا كبقى آيادان أخريني وقبيل له إيا شعبيال إلا إنا كرقيا أي إلهي وحو كدري إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكسوحا إذن كو شرف بضن كإذن كو ألا كعبسك بضن مركا وحا هالبيقا أو ذاتكو إيكو كلا سر مريان أما كو كلا وناك سنانيانا ولو عديه والله سبحانه وتعالى عبسديس نبي عليه الصلاة والسلام قبيلوين كوحو أقدقي تشري في علادة جاهلية أو قبيالة إن وكوينين تشري نفتو ذا أهرنتا خطرت هذا وحو أقدقي تشري إن يكو كتسومان شرفت نسبك وحو أقو باقي تشري إن عسبي يد قرمون كايساق التقان آدي آد بوقفك سمي أو إنكري تشري أما كباقة فول حمد يدنا دتك و امو تشين جيري و خو كانه ين جيري دتك نسب كودا ان وخ لغا شيغو او لا درو اما
loogu faano dhalashada wuxuu ugu bishaareyn jiray inuu ilaahay ka waday qabti jaahiliyada iyo awowayaal kufaankeedii arinta toddobaad nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu qabiilooyinka wuxuu ahaa wixii xumaan oo la baabi'inayo qabiilkiisu ku bilaabi jiray dhaqamada qabiilooyinku ay sameeyaan ee xunxun marka la joojinayo qabiilkiisu inay bilaabaan buu ka shaqaynayo calayhi salaatu wasalaam si loogu daydo waxaad xusuusan tihiin xajkii nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadii uu ka jeediyey wuxuu yidhi ala kullu shayin min amri ljaahiliyati taxta qadamaya mawduuc wax kasta oo arrimihii jaahiliyada iyo dhaqankeediiyo caadooyinkeediiyo afkaarteediiya lugahayga hoostoodaa la dhigay cagta hoosteedaan geliyey waa la baaba'shay marka waxaa ka mid a aanooyinkii iyo dhiigaggii la isu raaxan jiray wuxuu yidhi dhiigaggii jaahiliyada la isku lahaa kulli cagta hoosteedaan geliyey dhiigga u horeeya oo aan baabi'iyeyna waxa weeye waa dhiiggayagii annaga nebiga reerkiisii waaye waa wiilkii ina rabiica ibni alxarith ibni cabdilmualib ahaa waa wiil ina adeerki dhalay wuxuu leeyahay wiilkayagaas oo reerka banu sacad la dhaho ay hayeen oo qabiilka hudayriya ay dileen waxba kama jiraan oo jaahiliyadii dhacay la isuma raacan karo markaasuu wuxuu yidhi wariba aljaahiliyati mawduuc jaahiliyada ribadii la kala qaadan jiray iyadana waa mawduuc oo waa laga takhallusay wa awalu riban adacu ribaana ribada u horeysa oo aan cagta hoosteeda geliyana waa annaga ribadayadii qoyskayaga ribaa alcabaas ibnu cabdilmualib waa adeerkiis oo ganacsada ahaa ribadii uu dadka ku lahaa xoolihii la saarayey waa ka kaca waxba kama jiraan labadaba reerkiisuu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam fa innahu mawduucun kullu kulli waa la baaba'shay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka insha allahu tacala darsiga dambena waa ku soo qaadi doonaa arrinta sideedaad waxa weeye nabigu wuxuu amray qur-aankuna uu ina amray wa andir cashiirataka alaqrabiin dadka qaraabada kuu ah oo kuu dhow u dig oo diinta iyo xaqa ugu dig oo u sheeg nabigu wuxuu amri jiray oo u diri jiray ninka reerkoodiibuu u diri jiray si uu diinta ugu yeero alaqrabuuna awlaa bilmacruuf diinta in la isugu yeero waa wanaag la isu gala ka u weyn tolka iyo ehelka iyo qaraabadaadu xaqa ay kugu leeyihiin oo u weyna waa inaad ilaahay ku xirtid oo naar ka badbaadisid oo janno u horseedid marka iyagaa u mudan cid aad khayrka la jeclaatid waynu arki doonaa qodobka sagaalaad xiriirada qabiilooyinka lala leeyahay in diinta looga faa'iideeyo gaar ahaan midda nasabka ama midda xididka midda nasabka baan tusaalaha ka dhigayna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu magaalada madiine usoo haajiray wuxuu ku soo degay reerka la yidhaahda banu najaar oo ansaar ka mid ahaa alkhasraj reerkaasi awowgiis cabdilmualib ayay reer abti u ahaayeen marka innagu adeerka aabba adeerkii iyo waxaan dhahnaa awowe carabtu adeer bay dhahdaa aabba abtigiis innagu awowaan dhahaynaa iyagu abti bay dhahayaan saasay u isticmaalaan marka adee awowaya wuxuu ku soo degay abtiyaashiis yacnii awowgiis abtiyaashiis waaye buu ku soo degay ka faa'iideynay wuxuu kaloo ka faa'iideeyay xiriirkii uu haashim la lahaa qabiilka khusaaca la yidhaahdo iyadana wuu ka faa'iidaystay nabigu calayhi salatu wasalaam oo waatu xulfiga la ahaa qodobka tobnaadi waxa weeye nabigu calayhi salatu wasalaam qabiilooyinka wuxuu ula dhaqmi jiray sidii kayaan ama dowlad iskeed u taagan oo kale qabiil walba wuxuu u dirayey nin madax u noqda nin zakada ka soo qaada nin daaciyo diinta ugu yeera nin garsoore ah oo kala xukuma niman diinta bara gaar buu warqad ugu qori jiray reer hebel saasay ula macaamilay wax sidoodii u dhisan kala taga waryaaya xabad xabad noqdo oo xabad xabad noogu soo biira ma ahayn iyagoo qabiilkoodii oo madaxdoodiio sidoodii isugu duuban ayuu ula macaamilayey calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo ka mid a waa qodobka kow iyo tobnaade nebigu wuxuu qabiilooyinka la macaamili jiray dadka madaxda u ah iyo dadka nufuudkiiyo awoodda kuleh wuu soo dhoweyn jiray wuxuu ku soo dumi jiray waxsiin iyo waxyaabo kale dadkaas xataa hadday doqomo yihiin ma casili jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkaas
جهل كودا يقف كودا وكأن دلابن شري درين كودا وإلالين شري وحا كعطينا إياه وإسكا وكدكتونان جري تسعلا ياشا وحا كبندا إن دقالكي لغو قبصة دي مقالة مكة فتح مكة لأورين جري مركي ويماذا مسلمين تو أيميشا مريين أياها بين مدي عباس وحو صوهلي أبو سفيان أو ميلاح لغين أيو أو حين لغين أيو أسيقا رير مكة مدحو أها با عباس هلي مركز ويلوريا ميل والبلد دبا لغشري ويدان دوري طبان كنا عربي طبان كنا ميشا مريا مثل طبان كنا أبا مريا مركز قبيل والبميل انتا سو دبك الشتين مركز عردي ورن لا إسلال الشري وذلك يو قرر عن سبحور محي وحاني الدون كيو رنو قيد ديوي وحيو ورميشي كالي حال كلا متشري كالي سو إسلام ونبيك أتك أو أمان دتك أقاد وإنكارك ورعضي أذيك ولسو أردوو كان يو نبيك كان يو أذيك ننكي الشهادية يو لكن إسلام نمقى شيء ماها صباح ديبا مركز النبي وحو كلا دردار مي عباس انتك حيسد ميل تشير ويدن كوكوذا داد دقيو أوك أي خصب تعالى ويدن كورلان المربي هل كاستاج ها أركع ويدن كمسلمين تأود هذا ها قوس طو مر كان من كي غير ما كهب يسند قال جلني سدي بو ياري مو كذا أم بسوم مري على ما وته وركونا محيا هاي وارير هي ولا نير هي ولا محسو كان وكوكر 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 وحصي سيسود بقول قليين أيا وحا سوم مري سعد ابن عبادة رضي الله عنه وسيد الخزرج أها وعلنكي أنصارته وته أيام إيش سومري مركز أبو سفيان مركو أركيب وحكير أبو سفيان اليوم يوم الملحمة ما أنت وما أنتي نجلس كده جيوي سومات كرم أنتي ومركو أضيع عبسي بعد شيء نبي ومركو ماش سومري أيو نبي قال الله هذا وحري رسول الله ساسو ليه أنك سعدها ما قرابة دي بالا بابين يا رنتا سلطة كون حريص بدنا وقراب حريص بدنا رنتا حكا خبو نبي يقول مركب حكوي رمال توا مالنتي نحريصتا مركا نبي يقول حسامي يي وعن قصة ما حلو شاهد كي وها فرين بو ادري سعد بن عبادة حكوي رعلنك كوريتش ويلكا سعد ويلكا قيس ابن سعد مركا ننكن علنك ولا قاضي لكن اذ كما سيرين بلود يبقى ويل كيسي أو فهمتي؟ إيه نسوا نبي يقول إلى أن يدرينك عليه الصلاة والسلام نبي يقول سيدا هذا بقصة أن كنت ارتبى قضب كربية طبنا هذه قبيلوين كوحو استعمالي عطب يقضي دان السيدة وتخير والبئيس هو إسكيسة وقان كيسة يا علن كيسة قوته أي دقال كان إن القصة كجلي قبيلوين كو سيدا وشيئان هذا شيء جيني بيجو استدبت شوقة أصهر مرين مزينة إيو وحصام مري سليم يوم حنكو إلى هذا غفار يأسلم ورجيس ورجاب إسكوت وحيسو أذق أذق يسنا يي وأكد يقوس طي أول يل بركة مركو حارك له دبا أرضه تتكي بتبعد كعرق لما يش يسوي بده حاوي وحال يقفكي كعبد الجلنا وآمن قفكي جرج أبو سفيان جلنا وآمن قفكي جرج سواست كحشتنا وآمن خلاص ودقي انت اسغنا امان او فيلم غورغيغا نينكي غلبو بدباديا سوما سلانتو waxay tiri war gurigaaga yu qaada in kaar kugu dhacday suu yiri qofkii kiisa galana deew u badbaadiya marka een qodobka 13aad nabiga xulligiisa kadib hatta asxaabtiina saasay yeelayeen qabiil qabiil bay dagaalka u galayeen dagaalkii yamaama oo dagaaladii asxaabtu ay galeen ugu qalafsana oo qabiilkii bani xaniifa oo musaylamatul kadhab ay la galeen ولا دقاتي واي خالد عقيد إنك جامن ويا مركي دم وحير وريارة إنك على ساعة غير غير نوع على ساعة أي إنه أجان وقرأت إنه عود اللي إنه كي مادي سدي بعلاقو قالي غير غير كأي إن دقالة دي دم بقول قال يا نساس أهاين حالا جي يا با قبائل كقار كود دقال كقادسية أو كلا شم بقول نم با قبيل كبنو أسد كجد أنتي وهل قبيل وحكود دردوري بالي في للكي أي كان سدم قبل كسد حوالي تمناد قبيلوين كوحي كتر تمي تشيرين ونبي قلنا أوسان أديدين وحديث النبي قوح علي هذا ووحو كهات لي إيا وحو سميي إيا وحلقو أك سميي أو أوسان ديدين انت بقى حديث تالقو لقو درا
حكروا له قدر على دويح صفات كيس أيك ساب سنة عليه الصلاة والسلام مركا قبيلوين كو انتي قال الدين توحو قابته إن قرأك الله يا رسول الله قرأ داسي جوشة سوه يسي أن نقول وحرمنا إنا نكذب تجنو أيسا نجهر مري خير كان وجهر مري أوكي يجنا وقف سحي مركا إن لقو ترتما خير كا إن أيادنا النبي قال لك سوى السمين جري حكروا كم ذا إذ قبيل كي أد قبه وحكى دعوانا إنه النبي قابله ودقيسته ووح أي كأد شيئا يسوا وكقن ويسيد العضي دقال كي حنين مركي لقى قبيل كهوازن مركي لشبيه حوالا فربدا بالاقا قاطع يدد حواله مركي لقايبين يدد كي سوى إسلامي بالسيي دد كي سعطة دعها وجهاد كان قلي مسلمين تأهنا وأنصار يدنا وحبال مسين هذا البعدد كي مركي قلي نبيقى هذا الكي لسوى قارسيي أنصار مال قار يقول شريه أبو يري مركز النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام هذا الآد يآد أساميي وكل قد أي وده أويم بكل هذا لي وخلاصة دي سؤال أحد أن موحد أنصاري كحماتين ودير حديث كي قيب يرو ما كسو قادمي أن وحي يرو الدنيا وأن ده دين تأغس الدمية وأن إذن كإيمان كيني إذن تلسارتي أن دتك أي قال أريك حيستان إذن كنا النبي قال لنا قتان عليه الصلاة والسلام مياد ميادنا رالك وأهين آد بيؤين رضوان الله عليهم مركبو قنعيي وحكروا كم إذا قبيلوين كإن لقالت تشضو ورقن كي سواها وحي سيقار إياقا أسامين إياه قبيل كاس وحي سيقار أسامين إياه ودن توضا نبي قتلو كوي الدين جري وطان هذا سوى مرني دقال كي بدر إنه يدو أصحابتي هادلين وإنه ودلهين وكعل عليي إلى ماذا حدي أنصار أي هذا الشيء وحكم إذا دقال كي لأورنج الأحزاب وإذا ما أدو فربضاني أي مقالة سواها ريريين وإسوهي مادين ودوري طبعا كنا النبي وليس كي وغطري وإلا بدين إنه ماذا حدي أهالة الشدي وكيري إن محاي إذا لتهي إنان لمن كان غطفان وقبيل كارير بادياه وفراه بدن aan siyo miraha madiina inoo kasoo go'ay sanadkan kala bar oo ay naga noqdaan si aan quraysh iyo yahuudan iyo waxan kale isaga qulino labadoodii nabigu u yeeray arintu u sheegay waxay dhahayn ma ilaahay baa ku amray oo waa sameyna ma adaa jicil oo waa ku sameyna bisa anaga noogu danaynaysa wuxuu yiri maya idinkan idinku danaynayaayo culayska inta la eeg baan idin ka turo inaad ka khafiifiyaan damacay waxay dhahayn anaga oo jahiliya ah inay naga iibsadaan ama aan marti gelin u siina mooyaan xabad timir oo aan leenahay inay baad ku cunaan waligood ma niyeysan ma maanta ilaahay islaamnimada nagu quziyay baad naga qaadayaan wallahi laa nuqdihim illa sayf baydahan waxaan seef ahayn walla inaanan siinayn haddii saataa okay ibn nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ma daama magaaladii ay deganaayeen oo iyaga saldhigga u ahayd ay tahay buu nabigu tala gaara ka weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dhaqankiisii nabigu inuu qabiilooyinka kala fadilay inay kala fadli badan yihiin oo kala sarreeyaan ayuu sheegay wuxuu nabigu ammaanay qabiilooyin buu wuxuu ku ammaanay tilmaamo wanaagsan oo ay leeyihiin qabiilooyinna waxbuu ka sheegay ceebo ay leeyihiin dartood anas ibnu malik radiyallahu canhu wuxuu yiri nabigu wuxuu yiri reer yowga reer ansaareed waxaa ugu khayr badan ugu wanaagsan banu najaar وحاكو حقا بنو عبد الأشهل وحاكو حقا بنو الحارث بن الخزرج وحاكو حقا بنو ساعدة مركو انتا الشيقي شانتا قبيل إنا يقو فضل بدين وعيساء كلا فضل بدين بوحو يري وفي كل دور الأنصار خير تفاين كي حافظة رير أنصار يدور أن خير بيلي الحديث كبخاري باوريي مركا إنا كلا فضل بدين دو دوب هانساس وشيقي حديث ككالي إن أبو بكر أيا وحو يري أقرع ابن حابس بأن نبي وحو كويل وضا ياشي وحوها قبيلوين كقب قبل ياشا أما لحظة أها بكمدها وحو كويل دتك جيدة حد تشري أيا كربا يعتمك راعي وأسلم يا غفار يا مزينة يا جهينة مركز النبي وحو كويل عليه الصلاة والسلام كورن هدي قبيلوين كأسلم يا غفار يا مزينة يا جهينة أي كخير بدنيهن قبيلوين كبنو تميم يا بنو عامر يا بنو أسد يا غضفان قبيلوين واوين ما هو جن أو ما خسارن سير هاول بكاس كوير عليه نفتي دو جانتي سكو شفتان كل أرتي يجا كخير بدن يعني قبيلوين كد يسيس
ayaa waxay ka khayr badan yihiin kuwan kula weyn oo aad amaanaysid. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحيري شرح حديثك كوني وقبيلوين حلقي جاهلية حق أود يا ميخانك كهو سيي قبيلوين كانك أو بني سعسع يا بني تميم يا قبيلوين كواوين حق أود يا حق ميخانك بوي كهو سيي لكن مركو الدين إسلام كتمد أي أغهر مرين أو كهر إسلامين markaasay sharaftii iyo fadligii ka qaateen uga hormareen aan hadiis kan kalana nabiga kaleey salaatu wasalam nimbu wuxuu u diray qabiil qabiilooyinka carbeed kamida aan fariin u wada markaasay ninkii soo caayeen wayna garaaceen markuu soo noqday nabiga u yimid buu arintii u sheegay markaasii wuxuu ku yiri hadaa reer qumaan u tagi lahayd مركو عاين مركو دلن إمام مسلم بأبو برزة حديث كان كوريي يعني نبي قا قنت قبائل كأولها إيه كون سوح ميي كوا سو وناك سنبا جروك ويكال فضل بذيه قبيلوينك وأهرين تتدبي يتبنا هذا النبي قا قارب أدعين شري قار نووها باري كوا أدعي وحا كمي ذا كوا أذاقن إميك وحكا الشيقة يا أسلم يا غفار با كمي ذا إن حديث البخاري مسلم وري أسلم سالمها الله وغفار وغفر الله لها بيري إن رواية الإمام مسلم نوحة كجرة إنه يري أما إني لم أقولها أنيقو هذا كان إسكما أورن ولكن الله عز وجل قالها لكن الله وين بايره إن قبيلوين كاس قيمها ليهن ويدعى داس مدنيه وإلهي أودن بدافي كوانا وإلهي نبت قليه نبي قوحوها باري قبيلوين قبائل كرعلي إذا كوان يعصيب أكمدها وحياها يعني من أصحابتي سيكلايي oo khiyaanad iyo dhagar ku sameeyay nabigu bil dambu habaariye alayhi salatu wasalam waayo way kamtaysteen qodobka 18aad nabigu qabiilooyinka wuxuu u qiri jiray fadliga in ay leeyihiin iyo wax qabadkoodi mawaaqifti wanaagsanaad oo istaageen ayuu ku amaani jiray sidii dhacday dagaalkii Xunayn markuu ansaar kulmiyay oo la hadlay xadiiska aan soo marnay waxa kale oo dhacday نبي جاءنا وحلا أورنج لي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف كاس أفر قلي وقيب سمين بنو هاشم بنو المطلب بنو نوفل يا بنو عبد الشمس بارك الأورنج لي مركا شرق جوحو آل البيت ككدري بنو هاشم يا بنو المطلب لبدن كلا بنو نوفل يا بنو عبد الشمس لمسه وقلن اسكو أضيبان علي مركز رجل لبدن رير كسعودا بنو عبد الشمس يا بنو نوفل أي النبي قوي مد عليه الصلاة والسلام حكوا يا رسول الله أن جا يا بنو المطلب وايدين سمناي وهاشم سدح ذاك الأول ولا له ما حي كوا أن فضل جا كم تين أن جنوا كوين يعني وح ما إيش كوجي لمركز غني مدى خمس أهل البيت كام قرابة الله سينا يو بي كوا أن كقذا يان كوا أن وحك قذا يان نبي قوي حيري نحن وبنو المطلب شيء واحد أنا جاء يرهر بنو المطلب هل بنو إسكنا سببتم حيث مركي النبي قال لقودهم يا عليه الصلاة والسلام أولا لا أدري ريي بنو هاشم وحالا سفتي بنو المطلب وشعب قال لك قلي ودفاع على قلي لكن بنو عبد الشمسي يقول وحي بقى هاي إذا ماذا المسلم قال أدري ريي يقول هو قامل يدي أبو سفيان يرهر كأي كان الشين وي يعني يقضياشي بدك لقول لين تشيء عطبة إيو ربيعي لها een banu nawfal kuna saaso kale ah yani nabiga lama isafan marka ninkii nabiga la saftay calaahu salaatu wasalaam oo difaacay iyo ninkii la diriray isku mid ma ahan weey marka dadka waxa ay tareen iyo qiimahooda waa loo qiray arinta 19aad nabigu si fiican buu ula macaamili jiray wufuudooda iyo dadka ay soo dirsadaan oo yimaada oo matalaya ihsaan buu u sameyn jiray si uu qabiilooyinkooda u saameeyo waxa ka mid ah qisooyinka macruufka nin uu yimid oo xoolo weydiistay oo uu siiyey ari laba buurood dhexdo daaqayo iska batay ninkii tuu arigay ka haysto reerahoodii u tagay buu wuxuu ku yiri maxamed dadka wuxuu siinayaa sidii nin aan faqriba ka baqayn inna muhammadan yu'ti ataa ma la khashal faqr nin aan waligiiba faqri ka baqayn sidiis buu xoolaha buu iska bixinayaa buu reerkiiba iska soo islaameen nabigu kaleey salaam wuxuu iska ilaalin jiray wixii sumcadiisa iyo sumcada asxaabtiisa wax u dhimaya oo qabaailka nacsiinaya ee sidii uu yiri ilaahay taxaddathu naasu anna muhammadan yaqtulu asxaaba arrinta labaatanaad nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa wuxuu u dardaarmay inay khayr u falaan ansaar
سببته سدا ويالنا وحا ويه دفاع يا اي رسولك دفاعين يا اسلامك ساي وح اترين يدو حقود لو اوفينيو او لوغه مهد علينيو وح اي دينتن يا امدان اترين ايو امديس او دنو انغونا ان كميدنahay وحو انو دردارمي انصار اني نو وناغ او غالو واينو ابال غودنو وانا وخي اي غيستين درتيد نبي عليه الصلاه والسلام وارنت لباتن يا كوادي وحو عديي انانو قبيلوين كقار كود هديت ك ك ك كأقبل دونين قبيلوين ترسن مو يدتك كلب إن هدية دودة قادم دونين أبو داود يترمي السائب أبو هريرة كوري إنه نفرمي النبي قا قرب عسوة هدية يا مركز سو لح سي سو ديت إسي سياحنا شيء أرين تبع النبي قا لوشيل النبي قا دت كل هذا إله يبو أمانه وما هذا عليه وحو يرينك هبلا وحو يسوى هدية يا هل قالن أن اللح قال بنسي ولنا وسيط القبا وحان ما يوكوها اسكولا هاد ليبو يري إن أنا نسيدي دبا هديت كأقبل إن أنا أهين قريش أما أنصار أما ثقيف أما الدوس خير يو قامو إيه قلت كلاب إن هديت كقادم بايقو سورنا عضي شو هذا قارنا إنو بقو يي بيتو سيان إن قيب تدن بانكو أركي دونا إن شاء الله أو وحيابها أنك قد ديانينا إن شاء الله قلبي الله باتنا دي النبي قوحو xulfi iyo gaashaan buureysi la galay qabiilooyin gaar ah taa kuwana heshiisii la galay een qodobka 32aad nabigu markay qabiilooyinku isqabtaan uu heshiisiin jiray markay dagaalamaan sida markii banu cauf ay dagaalameen oo kale iyo markii yahuudku isku kacshay aws iyo khadraj oo hubka la isu qaato nabigu uu dhex galay ee nabigu wuxuu tixgelin jiray dadkaas fahamkooda sida darteed waxyaabo uu gar u leeyahay oo xaq ah ayuu wuxuu isaga deyn jiray si aanay dadku khald uga fahmin waxa kamida qaar baan ka boodboodi doonaaye ee xataa waxa dhacday qaar dood raba nabigu uu la doodi jiray haday dhahan waa kula tartamayna tartanka uu aqbali jiray kuwa dhahay waa idan la faantamayna uu aqbalayay qaar baan dhahay anaga idan ka gabay badan hayaa subax u dhahaya nin asxaabti saa u saaraya waxay oranayaan maya way idan ka khudba badan haya hebel u bax saa wixiiba waa laga badiyay soo ma garan koodi gabiyana waa laga badiyay koodi khudbeyana waa laga badiyay marka warnimaya waxaan anagu muslim baan kama shaqeynay naga taga ma oranay soo hanaa la tartaba ma dhin haya galu yiri tartanka dadkan waxa la weyn hadii looga adkaado waaba in ku islaamaan baaba laga yaabo qodobka kale waxa weeye nabigu wuxuu la xidhiidhi jiray qabaa'il iyo qoysas quraysheed si uu u jabiyo colaadda nabiga iyo qabaa'ilkaas ka dhaxaysa nabigu wuxuu guursaday juwayriya bint alxarif oo uu dhalay ninkii bani almustaliq madaxda u ahaa markii gabadhan la qafaashay ayaa nabigu soo ka bixiyey fidaagii oo u xoreeyey oo guursaday asxaabtuna markay ogaadeen bay dhahayn waa nabiga xididkiisa sii daaya intoodiiba iyaguna ooda ka qaadeen warkii markuu odaga gaaray oo la yidhi gabadhaadiina saasaa dhacday dadkii oo dhanna waa lagu soo daayay isagiiyo tolkiis boo soo islaameen waa faa'iidada ay keentay xididtinimadaasi waxyaabaha dambeynu ku darsan doonaa insha allahu fawaa'ida waxaa kale oo ka mid ah nabigu safiya bintu xuyay ibn akhdab buu guursaday oo madaxdii yuhuudda ahaa oo qoladii bani qurayda la oran jiray wuu xoreeyay waana guursaday ummu xabiiba oo abu sufyaan oo quraysh madaxdeeda ahaa uu dhalay buu guursaday oo weliba arrintaasi wax weyn bay tartay inay khafiifiso colaadii iyo waxaas weliba markii loo sheegay inuu nabigu ka guursaday wuu ammaanay qalbigiisana islaamka waa u soo dhaweysay iyo tolkiisba waxyaabaha qodobka 29aad nabiga calayhi salaatu wasalaam qabiilooyinka diintu ugu yeeri jiray fii awal alislaam waxaa kale muarikhiintu ay gaar ka dhigeen kaana yacridu nafsahu calayhim midna waxay ahayd warkaalada diinta soo gala midna waxay ahayd aniga yaa iqaadanaya oo idifaacaya si aan diinta u baahiyo haddaad doonta adigu haddaa rabtaba islaamina yaa idifaacaya marka diintana waa u bandhigi jiray naftiisana waa u bandhigi jiray wuxuu oran jiray man yu'wini man yansurni xataa uballiqaanila nabigu wuxuu ku dadaali jiray dadka hanuunintooda qodobka 13aad waana u ducayn jiray markuu ka adkaaday waa iska cafi jiray sidii dhacday markii uu ka qabsaday calayhi salaatu wasalaam iyo sidii qabiilka dows markii habaar la yiri uu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam nabigu dadka madaxda ah inay dulmiyaan buu kala dagaalami jiray uu wax dulmi ay u geystaan iyaka wa karaa'ima amwaalihim danahoodana wuxuu ka hormarin jiray
إعدادك كلا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم سؤيري مركي قبيل بسارة سن أمر فات سن أي مادانا وأقول من شلو نبي وحبه أتري شلو سيدي وفدقي مضر حديث تأكو براتين لآتك أرفات سنة ونبي وشيكي سو إسبدلي إلى مركي ماشي لسبح يحوره يقر ونبي وشيكي سو إفتيم عليه الصلاة والسلام سيدا خالد كاو حي أفهمانا نبي وسح شري وكمد في رسل شري قبيلوينك عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هبين دمب وحيابها أنك قد ينين إيا فوائده iyo qabiilooyinka nabigu amaanay sifooyinka ku amaanay ku duceeyay sabuu ugu duceeyay oo qodobaysan oo aan hadda inagu Soomaali ahaan u baahanahay ka dhigi doona sallallahu alayhi wa sallam nabiyina muhammad wa sallam